عمي كروش، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ المنتخب يا نهار اسود، انت لسه في مصر يا عم كروش؟ يا خرب بيت ام السمسار اللي اجر لك الشقه في دار السلام يا عم كروش. هو دوات يا عمنا، انت مصاب اللي انت بتقوله يا عم كروش. الله ينور عليك يا عم كروش، يعني المنتخب دلوقتي كلهم في السنغال وانت خاربها في دار السلام بقى يا عم كروش. الله ينور عليك يا عمنا. الشعب المصري كلها بيقول يا رب يا رب عشان يكسب بيتهم كاس العالم، وانت خاربها بقى في دار السلام يا عم كروش. مواضيع بقى انت من قهوه لقهوه، وشتينا وشيشه وقهوه وشاي وكركديه، ومش همك خالص يا عم كروش المنتخب يكسر ولا يكسب. الود صلاح بقى له يومين يا عم كروش ما بنامش. الود هيموت ويخش كاس العالم يا عم كروش، وانت خاربها في دار السلام بقى يا عمنا. ايه انت هتعمل تشكيله بالتليفون ولا ايه يا عم كروش؟ ايه انا ماليش دعوه يا عم كروش. ماشي يا عم كروش، ماشي يا عم كروش، انا ماليش دعوه يا عم كروش. ماشي، انا لي سؤال يا عم كروش، هو الواد شريف مسلف منك فلوس ما رجعهمش يعني يا عم كروش؟ لا ما انا عاوز افهم بقى يا عم كروش. ايه ماليش، ماشي يا عم كروش، ماليش دعوه يا مش هكلم يا عم كروش. ماشي يا عم كروش، ربنا يستر الشعب المصري منك يا عم كروش. ايه ده كده بقى يا ملحق، هذا الفيديو برعايه شركه ياسمين للنقل البري. الارقام على الشاشه يا عم الحق، قول لهم بس انت جاي من طرف كابتن منيان، هيعملوا لك احلى وقت بقى يا عم الحق.